معلش هرجع تاني لنقطة كهرباء، لأنه تساؤلات كتيرة جدا عن كهرباء. هل كهرباء سيكون متواجد بشكل واضح في قائمة النادي الأهلي في كأس العالم للأندية، انتظارا للخلاص الخبر اللي يعني خلاص هنعرفه يمكن النهاردة أو بكرة طبقا لموقع الاتحاد الدولي لكرة القدم؟ ليس هناك ما يمنع من تسجيل كهرباء على السيستم الفيفا للمشاركة مع الأهلي في كأس العالم للأندية، والتسجيل تم ولا يوجد ما يمنع ذلك. والاتحاد المصري سيعتمد ذلك يوم 13 يناير في الموعد المقرر من الاتحاد الدولي طبقا للليحة. قصة المشاركة تتوقف بقى على رد الاتحاد الدولي على الأهلي وعلى اللاعب وعلى الاتحاد المصري خلال الساعات القادمة. يمكن أنا سألت يعني أحد الأطراف اللي دايماً بيكون موجود أمام لجنة فض المنازعات في الاتحاد الدولي. أيوة. رد عليا وقال لي معلومة مهمة جداً. قال لي الرد لن يصل إلا بعد تعليق الفيفا في محل الجدل أو السؤال اللي أنت بتسأله عليه. لكن قبل 11 يناير مش هيرد عليك. طيب. إنه في الفترة دي اللاعب موقوف. فالرد هيجي لك بعد كده. أنا سألت اتنين مختصين وأنت تقول لي آه ولأ باختصار شديد جداً. واحد قال لي من حقه أن يلعب. واحد تاني قال لي اللاعب مشترط بسداد الغرامة. انت رأيك ايه؟ لا قرار الايقاف كان ايقاف لحين السداد وكانت المدة محددة. نعم. ولما سألت اتقال لي ان بعد نهاية المدة ما فيش ما يمنع من المشاركة. ولكن يفضل ان الاتحاد الدولي يدي ترخيص او تصريح بالمشاركة لحين اتخاذ اجراءات تأديبية اخرى فيما بعد. بشكرك شكرا جزيلا. يمكن انه يتم اضافات وحذف في القائمة، وانت كنت مفردت بالامس بالمباريات اللي سيتم تأجيلها للنادي الاهلي كل الظروف المحيطة بهذه البطولة. اتفضل يا محمد. صحيح كابتن احمد، يمكن لغاية امبارح 9 يناير وبنتكلم لغاية منتصف الليل، ده كان الميعاد الرسمي الاولي للقائمة المبدئية اللي المفروض النادي الاهلي يرسل فيها قائمة اللاعبين المشاركة إن شاء الله في كأس العالم للأندية بحد أقصى. نعم. 35 لاعب. كويس. ده حد أقصى بالنسبة لعدد المشاركين. لكن معلوماتي إن يقدر النادي الأهلي ممكن يسجل 29 أو 30 لاعب. نعم. ويستكمل بعد كده أي إضافات أو أي صفقات جديدة تيجي لغاية يوم 30 يناير ممكن يضيفها إن شاء الله في القائمة النهائية. نعم. اللي هتكون 23 لاعب من ضمنها 3 حراس. القائمة المبدئية. بيرو حمزة علاء مظبوط كده ولا أنا كلامي مش مظبوط؟ يعني انا واثق من اسم مصطفى، واثق من اسم الشناوي وعلي لطفي، لكن اسماء الحارسين التانيين يمكن لسه ما اجراش اتصالات بالجهاز الفني عشان نعرف مين. نعم. ممكن يكون موجود بشكل رسمي. هل ممكن نظرا لاصابه مصطفى شوبير ياجلوا شويه الاسم؟ ممكن ياجلوا شويه الاسم، لان انت كمان متاح ليك انك تستبدل او تضيف بعد ما تخطر الاتحاد الدولي باسباب الاستبدال او اسباب الاضافه. وده متاح ليك، والفيفا مش هيقول لك لا، الفيفا حاطط لك البند ده استثنائي اصلا في اللائحه لغايه ما عدى 30 لاعب. لكن المعلومات المؤكده ان كل اللاعبين اللي موجودين في القائمه متاحين ليك ان انت تقدر تسجلهم بما فيهم كهرباء. يكون موجود في القائمه المبدئيه. يتم تسجيله على السيستم مفيش مشكله. النادي اللي بيلعب في البطوله كاس العالم للانديه. تمام. الاتحاد المصري عنده مهله لغايه 13 يناير للاعتماد الرسمي. قبل بعد كده بقى القائمه النهائيه او الاختصار القائمه النهائيه ان شاء الله يوم 30 يناير. ثقه كبيره جدا اكيد وجود كهرباء في القائمه. وجود الصفقات الجديده، وجود محمد كريستو اللاعب التونسي. لو ما عندكش وقت انك تضيف مروان عطيه مثلا لغايه يوم 13 يناير او الاجراءات لسه ما تمتش، لسه عندك مساحه لغايه 30 يناير. اي راس حرب اجنبي، اي صفقه ان شاء الله ممكن تنضم للنادي الاهلي خلال الفتره الجايه ما فيهاش اي مشكله تماما. لسه عندك مساحه من الوقت باذن الله خلال الاسبوعين القادمين باذن الله ان شاء الله. طيب ادي نمره واحد. نمره اتنين بالنسبه لمباريات النادي الاهلي في الدوري العام. في مباراتين طبعا قبل المشاركه. نعم. الميعاد المبدئي اللي حدده الاتحاد الدولي للمشاركه في كاس العالم 27 يناير وليس 28 كما اشيع. لا 27 يناير الفيفا بيديك مساحه انك تكون موجود قبل البطوله بخمس ايام. تمام. اول ماتش رسمي ليك يوم 1 فبراير، فانت لازم تكون موجود من 27 يناير. عايز تيجي بعد 27 اوكي، بس بشرط ما يكونش ميعاد وصولك بعد 72 ساعه. يعني لازم يبقى في 72 ساعه من اول مباراه على المباراه الاولى. تمام اوكي. فبالتالي او في مباراه هتتاجل للاهلي خلاص كده. حرس الحدود لا يوم 29 دي اتاجلت خلاص.
دي اتأجلت خلاص. والمقاولين العرب اللي هي يوم 6/2 كده اتأجلت خلاص. اتأجلت. تمام. ان في ثلاث مباريات هتتأجل تانيين. الاهلي اذا تخطى سموحة يوم 17 يناير في كاس مصر مش هيلعب فاينل الكاس يوم 3 فبراير لان هيكون موجود. نعم. مغريها مشواره في افريقيا يوم 18 فبراير اتأجلت ل 3 مارس 3 او 4 مارس. 3 مارس. استنى بس عشان اكتب وراك عشان الناس. الاهلي في القطن الكاميروني بقى 3 او 4 مارس. بالظبط. دي الجوله الاولى اتاجلت ل 3 او 4 مارس. كويس. التوقيت ده كان اتحاد الكوره عامل او الرابطه كانت عامله مباراه للاهلي مع الداخليه. فبالتالي المباراه دي كمان تم تاجيلها. نعم. المباراه الثانيه كان الاهلي هيلاعب سان داونز احد ايام 7 او 6 مارس. اتاجلت ل 10 او 11 مارس. لما اتاجلت ل 10 او 11 مارس كان في مباراه في الدوري ايضا يوم 10 مارس. كانت الاهلي مع الاتحاد. الاهلي مع الاتحاد. الاهلي مع الاتحاد السكندري. المباريات انا تاكدت بشكل رسمي ان الاتحاد المصري تلقى هذا الايميل من الاتحاد الافريقي بالامس بترتيب مباريات الاهلي في دوري ابطال افريقيا وتاجيل الجولتين الجوله الاولى والجوله الرابعه مع القطن وسان داونز. وبالتالي هذا التاجيل وموعد كاس العالم للانديه هيكون في اتجاه طبعا لتغيير موعد وتعديل موعد خمس مباريات للاهلي خلال الفتره اللي جايه باذن الله يا كابتن. طيب. معلش هرجع تاني لنقطة كهربا لأنه تساؤلات كتيرة جدا عن كهربا. هل كهربا سيكون متواجد بشكل واضح في قائمة النادي الأهلي في كاس العالم للأندية انتظارا للخلاص الخبر اللي يعني خلاص هنعرفه يمكن النهاردة أو بكرة طبقا لموقع الاتحاد الدولي لكرة القدم؟ ليس هناك ما يمنع من تسجيل كهربا على السيستم الفيفا للمشاركة مع الأهلي في كأس العالم للأندية والتسجيل تم ولا يوجد ما يمنع ذلك. والاتحاد المصري سيعتمد ذلك يوم 13 يناير في الموعد المقرر من الاتحاد الدولي طبقا للائحة. قصة المشاركة تتوقف بقى على رد الاتحاد الدولي على الأهلي وعلى اللاعب وعلى الاتحاد المصري خلال الساعات القادمة. أنا سألت يعني احد الاطراف اللي دايما بيكون موجود امام لجنه فض المنازعات في الاتحاد الدولي. ايوه. رد عليا وقال لي معلومه مهمه جدا. قال لي الرد لن يصل الا بعد تعليق الفيفا في محل الجدل او السؤال اللي انت بتساله عليه، لكن قبل 11 يناير مش هيرد عليك. طيب. ان هو في الفتره دي اللاعب موقوف، فالرد هيجي لك بعد كده. انا سالت اتنين مختصين وانت تقول لي ولا باختصار شديد جدا. واحد قال لي من حقه ان يلعب، واحد تاني قال لي اللاعب مشترط بسداد الغرامة. انت رأيك ايه؟ لا قرار الايقاف كان ايقاف لحين السداد وكانت المدة محددة. نعم. ولما سألت اتقال لي ان بعد نهاية المدة ما فيش ما يمنع من المشاركة. ولكن يفضل ان الاتحاد الدولي يدي ترخيص او تصريح بالمشاركة لحين اتخاذ اجراءات تأديبية اخرى فيما بعد. بشكرك شكرا جزيلا. يمكن انه يتم اضافات وحذف في القائمه، وانت كنت انفردت بالامس بالمباريات اللي سيتم تاجيلها للنادي الاهلي كل الظروف المحيطه بهذه البطوله. اتفضل يا محمد. صحيح كابتن احمد. يمكن